رقمي تي في. بدأت شركة سامسونج رسميا التحضير لمؤتمرها القادم Unpacked، والذي سيقام في الأسبوع الأول من فبراير المقبل. الحدث السنوي من شركة سامسونج مخصص للكشف عن عائلة هاتفها الرائد من فئة جالاكسي S، وهذه المرة لدينا جالاكسي S23، والأنظار تتجه نحو نسخة ألترا كعادة كل عام. وقد بدأ الحديث عن استعداد سامسونج للكشف عن S23 ألترا بأقوى شاشة ستراها مع هاتف ذكي على الإطلاق بسبب التحمل العالي للسقوط العنيف. تبديل الشاشة أو إصلاحها هي العملية الأكثر تكلفة في الهواتف الذكية، وقد تصل إلى نصف ثمن الهاتف أحيانا. لذا قررت سامسونج أن تجعل من شاشة هاتفها الأقوى على الإطلاق في تحمل الصدمات والسقوط أكبر من أي وقت مضى. الحديث هنا عن الاستفادة من زجاج الحماية الذي أطلقته شركة كورنينج للتو مع زجاج غوريلا جلاس فيكتوس 2، الذي يوفر مقاومة أعلى للسقوط وتحديدا ارتفاعات يمكن أن تصل إلى متر واحد على أسطح الخرسانة، وما يصل إلى مترين على أسطح مثل الإسفلت. سيكون هاتف S23 ألترا أكثر مقاومة للسقوط بنسبة 54% مقارنة بالإصدار السابق S22 ألترا بحسب تسريبات عبر تويتر. وفقا لما ذكرته الشركة، فإن أكثر من 30% من حالات السقوط التي تعرضت لها غالبية الهواتف كانت على الخرسانة أكثر من أي سطح آخر، ولهذا السبب ركزت الشركة على جعلها أقوى ضد السطح الخرساني الصلب. وبالنسبة لمقاومة الخدش، فهي ستحصل على نفس مواد فيكتوس من الجيل السابق. سامسونج هي أول من يستخدم أحدث تقنيات كورنينج، لذا فلا عجب أن S23 ألترا سيوفر أيضا أحدث حماية بزجاج جلاس فيكتوس 2. يذكر أن سامسونج قد قدمت جالاكسي S22 ألترا مع قلم S Pen بلون واحد فقط، وهو لون الأسود مع طرف يشبه اللون الفعلي للهاتف. وهذا الزجاج لن يكون حصرا لهاتف سامسونج، فهناك شركات أخرى تستعد لاستخدامه، ولكن تأكد أن هذا الزجاج سيرفع سعر الهاتف.